بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد ابن عبد الله نبي الأمين. أما بعد يا أحباب، نقدم لكم درس أنواع العبادة مادة التوحيد للصف الرابع الابتدائي، المنهج الجديد 1442 الترم الأول. شرع الله لنا أنواعا كثيرة من العبادة لنعبده بها. أكتب ما أعرفه من أنواع العبادة التي أراها أو أسمعها. أي عبادة أراها أو أسمعها نكتبها هنا، مثل الزكاة، الصوم، الصلاة، الحج، الدعاء، قراءة القرآن، حب الله، الخوف من الله، التسبيح. أنواع العبادة. العبادة نوعان، ظاهرة وباطنة. أولا العبادات الظاهرة، وهي التي تكون ظاهرة لنا بأن نراها أو نسمعها، مثل الصلاة، قراءة القرآن، ذكر الله عز وجل. أما العبادات الباطنة هي التي محلها القلب، مثل محبة الله تعالى والخوف منه ورجاء ثوابه والتوكل عليه والإيمان بأركان الإيمان الستة. يبقى الباطنة لا يراها الناس ولكن محلها قلبك، مثل محبة الله تعالى، الخوف منه، رجاء ثوابه، التوكل عليه، الإيمان بأركان الإيمان الستة. بالتعاون مع مجموعتي نستخرج من القرآن الكريم آيات فيها عبادات ظاهرة قولية وأخرى فعلية، وكل مجموعة تقرأ آية أو مجموعة أو المجموعة الأخرى تجيب، كالمثال الآتي: يقول الله تعالى في سورة المزمل: أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ما العبادة في هذه الآية؟ وهل هي قولية أم فعلية؟ العبادة ترتيل القرآن، وهي عبادة قولية. ممكن نأتي بآية، الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا. نأتي بجزء بسيط منها حتى لا يكفي. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هي عبادة، العبادة هنا تعني كتب عليكم الصيام فعلية، العبادة هنا فعلية. عبادة فعلية. أيضا يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة عبادتان فعليتان.
أيضا يقول وسبح فسب إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. يبقى هنا التسبيح والاستغفار عبادة قولية، عبادة قولية. هذه أمثلة حتى لأن المكان ضيق، الأمثلة كثيرة. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، هنا الدعاء. وهكذا بالتعاون مع مجموعتي أكتب لكل نوع من أنواع العبادة أمثلة أخرى. أنواع العبادة عبادات ظاهرة وعبادات باطنة، نزيد عليها أمثلة أخرى الظاهرة والباطنة. عبادات باطنة مثل الإخلاص لله، محبة الله، الخوف من الله. التوكل على الله. هنا العبادات الأقوال، أقوال ظاهرة مثل قراءة القرآن، الذكر، التسبيح، التكبير، وعبادات أعمال ظاهرة مثل الصلاة، الحج، الصوم، الزكاة، جلست العائلة يوم الجمعة بعد الصلاة تتحدث بسعادة، فقد حفظت ابنتهم مريم جزء عما وتبارك، وحفظ ابنهم يحيى سورة البقرة، فقال لهم الأب: سأسألكم سؤالا لأرى هل تعلمتم القرآن وفهمتموه؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ قالت مريم: أنا أقول معناها لا معبود بحق إلا الله. قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وأسرع يحيى يقول: نعم يا أبي، فالله وحده هو المستحق للعبادة، فنحن لا نعبد الأصنام ولا أي مخلوق، لكن نعبد الله الذي خلقنا. قال الأب: أحسنت يا مريم وأحسنت يا يحيى. قالت الأم: وما معنى العبادة؟ قالت مريم: هي أن أحب الله حبا لا يعادل حبي للمخلوقات، وهذا الحب يقتضي أن أطيعه وحده وأقدم أمره على أمر غيره من المخلوقات تذللا لله وخضوعا له. قال يحيى: نعم، فالعبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فحسن الخلق عبادة مثل الصيام والصلاة. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يبقى الصلاة، النسك وهو الذبح، النسك هي العبادات، ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نسكي يعني العبادات التي أفعلها، والمحيا أي وأنت حي، والممات أي وأنت نايم. يبقى نومك واستيقاظك وعباداتك وصلاتك لله عز وجل. قال الأب: بارك الله فيكما وعلمكما ما ينفعكما. قالت الأم: أريد منك يا مريم أن تحضري لي كوبا من الماء. قالت مريم: تجب علي طاعتك يا أمي، لأن ذلك من طاعة الله. بالتعاون مع مجموعتي أستخرج من القصة أمثلة على أنواع العبادة الظاهرة والباطنة. العبادات الظاهرة التي جاءت في هنا: الصيام،
الصلاة طاعة الوالدين وحسن الخلق، عبادات باطنة محبة الله، الدعاء الإخلاص لله. التقويم، أعدد أنواع العبادة. العبادة نوعان: عبادة ظاهرة، عبادة باطنة. ما الفرق بين العبادة الباطنة والعبادة الظاهرة؟ العبادة الباطنة لا يطلع عليها الناس، يكون محلها القلب ويطلع عليها الله كحب الله والخوف منه. هذه معنى العبادة الباطل. العبادة الظاهرة يراها الناس مثل الصلاة والحج، وتكون أيضا لوجه الله تعالى، ليس فيها رياء، أو حتى لا يقال عنك أنك تصلي أو تحج، لابد أن تكون مخلصا فيها لله عز وجل. هذا الفرق بين العبادة الظاهرة والعبادة الباطنة. وهكذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس. لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة والدعاء لنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.